يوم شيع جنازة الفنان الكبير سمير غانم، ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان قائلا: إن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا تاركا من خلفه ميراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد يتقدم أيضا بالتعزية وينعي، وأيضا ينعي السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال الشهير الذي توفي أثناء رحلة علاج بالولايات المتحدة، وقد نعاه قائلا: ننعي بمزيد من الحزن والأسى صديق العمر ورفيق الدرب الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال الذي وفته المنية اليوم. وقال: لقد عاش الراحل الدكتور أحمد بهجت مخلصا لوطنه ولعمله، أسهم في الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات الناجحة التي أصبحت شاهدة على نبوغه وتفوقه في مجالات الاستثمار المتنوعة. رحم الله الدكتور أحمد بهجت وألهم أسرته الصبر والسلوان. الحقيقة احنا بنفقد كثيرين، وعشان كده نتمنى دوما خصوصا الذين نفقدهم بسبب الكورونا. يمكن خبر أيضا أنه رحلت ابنة المحامي فريد الديب أيضا بسبب مرض كورونا، رحمة الله عليها.